إذن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد ومن والاه، وبعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الذي وفقنا ويسر لنا هذا التدبر وهذه الجلسة، فما يوفق لها إلا موفق، وما يحرم منها إلا محروم. فاللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. المرة الماضية أيتها الغاليات تكلمنا عن صفات المؤمنين المتقين، واليوم بإذن الله تعالى سنتكلم عن فئتين: الفئة الأولى فئة الكفار أو المجرمين، والفئة الثانية فئة المنافقين. وفئة الكفار الله سبحانه وتعالى يعطينا لهم صفة عامة، الكافر له صفة كذا مشهور فيها. الكافر في واقع الأمر كأنه ليس له عين، ليس له أذن، ليس له عقل، بمعنى عطل جميع حواسه، حواس التفكير وحواس الإدراك عطلها تماما، فلا يدرك ولا يفكر ولا يستخدم تفكيره، فهذا هو الكافر. لأن الله تعالى يقول: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لماذا؟ لأن الله تعالى ختم على قلوبهم، يعني أغلقت إيش؟ قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم. والمقصود هنا بالقلوب، احنا عارفين ايش معنى القلوب عندنا في القرآن الكريم. القلوب لا يقصد بها المشاعر فقط، القلوب يقصد بها أماكن الإدراك، بمعنى أن هؤلاء البشر لا يدركون أو لا يستخدمون عقولهم للتفكير، تفكيرهم معطل تماما. وهناك عندنا على فكرة ناس أيضا يقولوا أنهم مسلمين، يقولوا أنهم مؤمنين، لكنهم ما يستخدموا تفكيرهم، ما يستخدموا تفكيرهم، معطلين هذه الملكة. الله تعالى جعل لنا هذه القلوب وهذه العقول من أجل التفكير، وكثير من الناس لا تستخدمها، فحالهم حال الكفار. صحيح يقولون الله ربنا، الله مولانا، الله سيدنا، الله خالقنا، لكنهم ما يستشعرون ذلك، فحالهم كحال الكافرين، ما يستشعرون. كيف ما يستشعرون؟ لأن المؤمن في واقع الأمر أصلا وصل إلى الله بعدما أعمل عقله، بعد ما تفكر، بعد ما استشعر، بعد ما استدل على الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الأدلة الكونية وفي نفسه. لكن الكافر ماله؟ بس عرف إنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقف عند هذه النقطة، فتجده يتعبد أو يعبد الله تعالى عبادة العادات. العبادات عنده عادات يؤديها لكنه ما مدرك، فتجده أحيانا يكذب أو يسرق أو يزني، لأنه أصلا ما مستشعر. الله تعالى يقول: وما قدروا الله حق قدره، يعني ما مستشعرين قدرة الله ولا عظمة الله. ولذلك تجدهم يعني حتى لما سبحان الله، أي كيف ينكشفوا هذولا؟ ينكشفوا لما تصير المصائب، لما تصير المصائب أو الابتلاءات. يعني مثل ما صار في زلزال تركيا وسوريا، تنكشف أو تزلزل القلوب، تزلزل، وهنا تختبر. والقلوب لا يقصد بها القلوب مثل ما قلت لكم المشاعر، تزلزل حقيقة الإيمان عند الإنسان، فيعرف من اللي فعلا يؤمن بالله تعالى ومن اللي ما يؤمن. فتجد الكفار وش يقولوا؟ يتساءلوا هذه الأسئلة: أين الله؟ ليش الله تعالى ما يحمي، أو ما يعني ليش عباده يتعذبوا؟ طب ليش الأطفال يتعذبوا؟ الأطفال ما لهم ذنب، لما يقولوا إنه أصلاً الله تعالى ينزل عقوبته، ليش الأطفال وش ذنبهم؟ وهل فعلاً كل الناس اللي أصلاً توفت
هي كلها مذنبة، هل يعقل؟ طبعا هذا تفكير الكافر، لأن المؤمن يعلم أن الإنسان ما بين يعني هو يتقلب في ابتلاءات، لأن الله تعالى يريد أن أيكم أحسن عملا. الله يبتلي الإنسان بالخير والشر، لماذا؟ ليرى أيكم أحسن عملا، أي أيكم الذي يؤمن ويثبت، وأيكم الذي تبان حقيقة إيمانه. في ناس يعني سبحان الله إيمانهم ما يعني خلينا نقول إيمانهم محدود، إيمانهم قاصر فقط على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله لا أكثر، فهؤلاء كفار. ولذلك ينتبه الإنسان متى يظهر الإيمان؟ عند الشدائد، حقيقة الإيمان عند الشدائد. ولذلك الله تعالى يقول أحسب الذين، يعني اللي يقول أنا آمنت يترك؟ لا، وهم لا يفتنون، لا بد أن يفتن، لا بد أن يختبر. فكلنا نتعرض للابتلاءات حتى يختبر صحة إيماننا وصدق إيماننا، وما نكون مثل أولئك الذين أصلا يغلقوا مخهم فما يفكروا، ما يتفكروا على طول أين الله. عقب تقولوا إن الله تعالى موجود، ليش أنا أبتلى؟ أنا ما سويت خطأ في حياتي، أنا ما أذيت أحد، فلماذا أبتلى؟ فهو لو كان مؤمنا لعرف أن أصلا الابتلاء من مقاييس اكتشاف الإيمان أساسا، مثل ما يقولوا كذا، يعني إحنا عندنا مثل الترمومتر عشان يقيس درجة الحرارة أو حرارة الأجسام، عشان يقيس حرارة الأجسام ترمومتر، كذلك الابتلاءات عشان أقيس يعني قوة الإيمان وصدق الإيمان. وأيضا الإنسان لما تجي تشوفه حتى مثلا في المصائب اللي يتعرض لها الإنسان، ممكن الإنسان يتعرض لمصائب في حياته، ما ضروري الزلزال، ما ضروري الأحداث الكونية، أي نوع من أنواع المصائب، ينكشف اللسان المؤمن عن اللسان الكافر. الله تعالى المؤمن الله تعالى يثبته بالقول الصادق وقول الحق، أما الكافر يقول لماذا ربي أهاني؟ ليش ربي ابتلاني؟ ليش أنا بالذات؟ شوفوا الإنسان اللي يقول ليش أنا بالذات، هي دلالة على الكفر، هو ما مدرك هذا الشيء، وهذه خطيرة. كلمات أحيانا الإنسان يقولها دلالة على أن هناك خلل في إيمانه، لأن المؤمن دائما لما تنزل عليه الابتلاءات يقول سمعنا وأطعنا، لما تنزل عليه الأحكام يقول سمعنا وأطعنا، يعرف أن هذه ضمن تفاصيل حياته، فما يشك ولا يتضعضع إيمانه، يعرف أنه هو في دائرة الحياة، هو دار عمل، دار ابتلاء، دار اختبار. فما كل شيء المفروض أنه يمشي بطريقة خلينا نقول يعني بالعقل، حياتك ما تكون عبارة عن سعادة في سعادة، لابد أن تكون هناك لحظات أنت لما يعني تكون حياتك سعيدة ناسي الله سبحانه وتعالى وفرحان فيها، ولما تزلزل تقول أين الله؟ لا أنت شكرت الله تعالى في النعمة، ولا أنت ذكرت الله عند المصيبة. فهذا هو السلوك وشأن الكافرين، وذي واجد أيضا الناس ما تنتبه لها. فإذا الكفار اللي هم أصلا عقولهم معطلة، عقولهم، أسماعهم، أبصارهم، اللي هي احنا نسميها السمع والبصر والقلب. الله تعالى يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وفي هذه الآية يقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، كأنه مغطية ما يفكر أبدا. وفي ناس كثيرة يعني لدرجة إنها كسولة حتى ما تستخدم التفكير، وتعطيل التفكير خلل في الإيمان. في ناس تعطل تفكيرها تماما، حتى ما تشغل تفكيرها ولا تحاول تفكر، لدرجة إنهم أحيانا أشياء بسيطة وأسئلة بسيطة يريدوا الناس تجاوبهم عنها، يعني ما يريدوا يكلفوا نفسهم إنهم حتى يعني ها شوية أشغل مخي.
كما يقولوا فيهم عجز فيهم عجز ما يفكر. يعني شيء من النساء الله يبارك فيهن أحيانا أسئلة، يعني مثل واحدة تسأل تقول إيش هي آية النور، وتو على فكرة وسائل البحث والتفكير، يعني الله تعالى مرازقنا طرق تفكر بعدها عنا وبعدنا ما نستخدمها، يعني أكثر من كذاك تعطيل للتفكير ما شيء. تقول ما هي آية النور، لو بحثت في جوجل وكتبت آية النور لكان أسهلها من إنها تطرح سؤال وتنتظر إجابته، لكانت الإجابة أسرع. وفي فترة كانت تجيني كذا مجموعة من الأسئلة حقيقة يعني عجيبة غريبة، تقول لي تسألني هذه الأسئلة، وأعرف يمكن في ناس تقول لي نعم إنه في ناس ممكن تكون ما عارفة تفاصيل الصلاة أو ما تعرف الصلاة لأنهم مثلا ما تعلموها، لكن إذا كنت أنت ما تعلمت الصلاة أنت تعرف تفتح التليفون، تعرف تدخل برامج التواصل، تعرف إنه في حاجة اسمها جوجل، يعني هذه الأشياء تعرفها، لكن جاء على موضوع الصلاة أنت ما عارف تدخل كتاب أو تفتح كتاب أو تستمع إلى فيديو يعلمك الصلاة. فتيجي واحدة تسأل تقول هو كم ركعة في صلاة المغرب، 3 ولا 4؟ فتخيلوا لهذه الدرجة إنه الإنسان ما عنده وقت حتى يفكر. فهذه من مصيبة المصائب. هذا بالنسبة لي الكافر. نجي للأخطر من الكافر، لأنه الكافر قد يغلق قلبه ويغلق عقله ويغلق تفكيره، لكنه معروف ما عنده توجه، أو بمعنى أصح ما يفكر في إيذاء وخداع الناس. وأسوأ خلق الله سبحانه وتعالى يكرهه، من الأخلاق التي يكرهها الله تعالى ومن السلوكيات التي يمقتها الله تعالى. الله تعالى يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر وقت. يعني أنتوا آمنتوا وعارفين أنه في الله واعترفتوا، ومع ذلك ماذا تقولون ما لا تفعلون؟ وهذا أسوأ شيء. والناس اللي مثلا تعد ولا تفي، التي تتقول أو تقول شيئا ثم تفعل عكسه، في نقيض، أو الإنسان اللي باطنه عكس ظاهره. وفي ناس مثلا ما شاء الله ظاهرها الله ما شاء الله، لسانها جميل، لطيفة، رقيقة، أول ما يروح عنها الناس تبدأ في ظلماتها، في ظلمات الحقد والكره والبغضاء أمام الناس، ما شاء الله عليها كأنها البخت كما يقولوا، لكنها خلف الناس تكيد وتكره الخير للناس، ما تريد لهم الخير. هؤلاء الله سبحانه وتعالى يصفهم أنهم أول شيء مخادعين، لأنهم إيش؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إيش مشكلتهم؟ يخادعون الله ويخادعون الذين آمنوا، وأصلا في واقع الأمر اللي يخدع نفسه، يعني هو يحسب نفسه أنه هو شاطر، يحسب نفسه أنه هو ماشي كما وماشي أحسن عنه في الدنيا، لكن هو في واقع الأمر يخدع نفسه. وعلى فكرة يعني مسألة الخديعة، دائما دائما المنافق على باله أنه لما يحتال ويستخدم الحيلة أنه هو ذكي، ولكن في واقع الأمر هو يقع في شر أعماله وهو ما مدرك. فتجد مثلا ممكن الجارة يعني تسلم على جارتها وتضحك معها وكل شيء، ولكن في نفس الوقت تتكلم عليها وتقولش أنا أصلي وأصوم، وهي تذهب وتتكلم وتأكل لحم جارتها. هذا من النفاق.
أكل اللحوم من النفاق، الغيبة من النفاق، النميمة من النفاق، التجسس من النفاق. المؤمن واضح، المؤمن واضح. إذا في شيء، إذا في شيء المؤمن ما عاقبنه عن شيء، يتكلم ويقول أنا هذا الأمر ما عاقبني. أما المنافق فيه جبن، لا يعبر عن رأيه. المنافق لما تنتقديه يقول لش إن شاء الله، لما تنتقديه يقول لش إن شاء الله، لكن من وراش يتكلم، يتكلم عنش بالسوء. لما تجيت نصحيه وتخبريه ممكن يتجاهلش، لكن المؤمن يأخذ بالنقد على أنها علامة للتطوير وعلامة للرفعة. لكن المنافق لا، دائما عنده مشكلة مع الآخرين، هو متلون ونفسه مالها في قلوبهم مرض، ودائما عندهم هذاك الشعور اللي هو بالحقد وبالضغينة في قلوبهم مرض، قلوبهم مريضة، بمعنى أنهم ما يحبوا الخير لأي أحد، لا يحبوا. وإذا شافوا إنسان متفوق، إنسان يعني الله سبحانه وتعالى أعطاه، ولذلك تجدهم ما يحبوا الناس الناجحة، مترصدي لهم على الوحدة. وفعلا تجد ناس مثلا الله سبحانه وتعالى وفقهم لأمر معين، يبدوا إيش يسويوا؟ يبدوا على طول يتكلموا عليهم، حتى لو يعني مسكوا عليهم الزلة، ويبينوا للناس انه هذيل ما يعني، شوفوا انتوا الناس هذول اللي انتوا تتابعوهم الناجحين. وعلى فكرة دي يعني للأسف، للأسف سبحان الله، يعني هذه واجد منتشر. ترى النفاق ما فقط الذي إذا حدث كذب وإذا خاصم فجر، لكنه أيضا يتقول على الناس ما ليس فيهم، ويستخدم أدلة مزورة وحقائق مزورة فقط عشان يشوه سمعة الآخرين ويبين الآخرين. ولما يجي عندهم، لما يجي قابلهم ذي الناس، يسوي نفسه يحبهم ويموت فيهم، ولكن في واقع الأمر النفس ليست نظيفة. ليش؟ لما الله تعالى يقول في قلوبهم مرض، أريدكم تتخيلوا، تعرفوا الماي المعكر، الماي المعكر الوسخ، هذا الماي المعكر الوسخ هل نستطيع أنه نرى من خلاله؟ ما ممكن تعرف الحقائق من خلاله. فهل ممكن يكونوا هذيل أهل لأن يؤخذ منهم أو يسمع منهم، أو أنه يعني حد مثلا بمعنى أصح يكون يعني يأخذ منه حق أو باطل، أو نقول عنه أهل الرأي، أو أنه أنا أثق فيه أو أعتمد عليه؟ لا يعتمد عليه. ومن يفقد الثقة فيه مرة لا يمكن أن نضعه موقع يعني مكانا للثقة أو أهلا للثقة. يعني اللي يخذلنا مرة، احنا دائما نقول من يخذل مرة سيخذل ألف مرة، لأنه القلب مريض، فكيف نثق في من يخدعنا؟ كيف نثق في من يخدعنا؟ الله تعالى يخبرنا أنه يخبر هؤلاء المنافقين، يخبر هؤلاء الذين ظاهرهم غير باطنهم. وفي نساء ما شاء الله عليهن، وإحنا قلناها في 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 الدورة الأخيرة، أن هناك أيضا من النساء الساترات الملتزمات بستر الله، ولكنهن للأسف دواخلهن غير نظيفة، يعني يخربن، يتكلمن عن فلانة وعلانة ومعرف إيش، يتكلمن ما ليس فيها. وفي أيضا اللواتي يظهرن ما يبطن، يعني عكس ما يبطن، يعني ما شاء الله في حالها وكذا، لكنها للأسف أيضا لا تلبس أو لا تأتمر بأوامر الله في الستر وغيره. هذه منافقة وهذه منافقة، الثنتين ما حد أحسن عن حد. المؤمن ظاهره كباطنه، المؤمن ظاهره كباطنه. إذا كنت ساترة لجسدك فالأولى ستر لسانك، فلا تتتبعين به عورات الآخرين ولا تتكلمين به عورات الآخرين. وإذا جيوا قدامش مدحتيهم، جاملتيهم وكذبتي
أمامهم ومن خلفهم تقولين ما ليس فيهم. هذا ليس من الإيمان بل هذا النفاق بعيد. الله تعالى يوصف لنا صفات المنافقين. الكافر ليس بجبان، لكن المنافق جبان. المنافق ما يقدر يواجه الناس بالحقائق. المنافق إذا طلبوا رأيه كذب. وأنا أريدك إن كذا هتتفكرا أحيانا ما يحدث إنه إحنا للأسف الشديد يطلبوا رأينا بس لأنه إحنا ما باغيين نزعل، ما باغيين نكسر بخاطر، شو ما نبى نكسر بخاطر أحد، فنكذب ونقول شيئا أو مثلا حاجة ما عاجبتنا، فعلا ما عاجبتنا ويسألونا عن رأينا، نقول لا 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 الأمور طيبة، طب عبر عن رأيك، قول إنه هذا الشيء ما عجبني، هذا الأمر ما عجبني، هذا الأمر لو أصلحنا كذا. إحنا أحيانا نفعل سلوكيات هي من النفاق ونحن لا ندرك. والنفاق عارفين إنه المنافقين في الدرك الأسفل من النار، دركات. شوفوا الإيمان درجات والكفر والنفاق دركات. وهذه ما يعني بعض الناس ما تأخذ في بالها، فإذا حدثت كذبت. فلانة إيش رايش في لبسي؟ الله جميل لبسه، شو وقت جميل، وهي أصلا لا يعكبتها منه اللبس، ما عاجبنها أبدا، قلش يعني مجاملة لطيفة ما فيها شيء، الإنسان يقول بس أنا ما عاجبني لبسها، اللبس مالها غلط، السلوك مالها غلط، التصرف مالها غلط. ولا أنا أقولها لا لا ماشي أحلى عنه لبسش، وأنا شايفة أن لبسها في شيء غلط، فهنا نفاق. ولكن أجي أول ما تروح عن وجهي فلانة أروح أقول عاد ما لبس، عاد ما لون، عاد ما طريقة، وأضحك وأستهزأ، لأنه فيهم أيضا أسلوب الاستهزاء، ما بس يعني يقولوا الرأي، لا، من يخلصوا الناس المختفين اللي كانوا يتكلموا عنهم وراحوا عنهم يستهزئوا بهم، يضحكوا عليهم، لأن قلوبهم مريضة. القلوب المريضة لا تحب الخير، ما بس ما تحب الخير تستهزئ بالآخرين، فتجدهم يتمسخروا على الآخرين أول ما يختفوا. وطبعا إيش من صفاتهم؟ إحنا قلنا المؤمن الأصل، المؤمن صفته الإصلاح، فإذا شاف شيء خطأ يقول هذا خطأ، ولا يريد بذلك أن ينتقم من لنفسه، بل يريد أن يحق الحق. لما يعبر عن رأيه يقول هذا خطأ. المنافق ما يقول هذا خطأ، المنافق يقول لك مع المؤمنين مؤمنين ومع الكفار كفار، لا مع ذيلة ولا مع ذيلة، أصلا هم مع مصلحتهم، مع مصلحتهم للأسف، فلا تجدهم لا مع ذيلة ولا مع ذيلة، خطيرين. فهذين يعني سبحان الله، هذين النوع من البشر ما بس كذا، كأنهم تعرفوا مثل شخص، ولأنهم طبعا هذين إيش مشكلتهم، يعني قيل عنهم هم الكتوم الجبان، يسمون الكتوم الذي يكتم جبنا وخوفا، يعني أمام الناس يظهروا الطيب لكن في داخلهم هم ليسوا بطيبين، فهؤلاء جبناء أصلا لأنه ما يقدر يعبر عن رأيه. وعلى فكرة من ضمن السلوكيات اللي أصلا تشجع على النفاق، أحيانا في المدرسة قد تعطي الطالبة رأيها للمعلمة وتقول للمعلمة أنه يا معلمة أنه اللي فعلتيه غلط. بعض المعلمات يتعاملن مع الطلبة على إنهم أعداء وإنه سوء خلق، يعتبروه سوء خلق، يعني الطالب اللي يعبر عن رأيه يقولوا سيء أو قليل الأدب أو ما عنده تربية أو غيره. أتذكر كذا يعني يتعاملن مع الطالب الصريح
ممكن يكون ما عنده طريقة في التعبير، بدل ما يشجعوه ويوجهوه وينظموا له طريقته في التعبير عن الرأي، تجد أن المعلمة تأخذ معه موقف، يعني موقف عداوة، اللي يقولها واللي يصلح لها واللي يخبرها تستاء منه، واللي مثلا يطالب بحقه. يعني أعطيكم مثال بسيط، أحيانا الطالب مثلا المعلم أخطأ في جملة واحدة أو في معلومة، فقال الطالب لا أستاذ ما هذه المعلومة، ما بهذه الطريقة، يروح يقول له وانت ايش دراك، فيبدأ بعد ذلك يعاديه، فيجعل الطفل يحوله أو الطالب يحوله إلى إيش؟ يحوله إلى شخص جبان. ما هي سلوكيات، وكذلك الأم تحول طفلها إلى جبان، يقولوا له أنت ما حد طالب رأيك، ما حد سألك عن رأيك. الأصل الطفل يكون صريح وواضح لا يخاف، ثم نحولهم نحن إلى جبناء، فإذا كبروا صاروا منافقين، وأغلبنا تحولنا إلى منافقين بسبب أنه تم كبتنا. لما نجي نعبر عن رأينا أنت لا تتكلم، لما الكبار يتكلموا أنت لا تتكلم، فبدون أن نشعر تحولنا إلى جبناء فلا نعبر عن آرائنا. وأيضا أصبحنا إذا شفنا شيء فيه فساد ما نفكر أنه نصلحه، ولذلك يقول الله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن ما لهم لا يشعرون. المفسد هو الذي يرى الباطل ولا يتكلم، يرى الباطل رأى العين ولا يتكلم، شايفنه سامعنه مدرك، يدركه، يدرك إنه هذا باطل لكنه ما يعبر عن رأيه، يقول لك وأنا مالي، مالي دخل، فيه جبن، فيه خوف. ثم بعد ذلك إذا خرج من المنطقة اللي شاف فيها خطأ جلس يتقمقم بينه وبين نفسه، وجلس ينتقد بينه وبين نفسه، وجلس يستهزئ ويعيب بينه وبين نفسه. يا تعطي رأيا أو على الأقل لا تتكلم، لا تتكلم في أعراض الآخرين أو في سلوكهم أو في أفعالهم. شايف شيء خطأ كن مصلحا إن استطعت الإصلاح، وإن لم تستطع ولم يكن لك قدرة إنك أنت تعبر عن رأيك اجتنب الخطأ، اجتنب، ابتعد عن مواطن الخطأ، اتركها لأن ذلك أضعف الإيمان. بس إنك أنت تشوف الخطأ تسكت عنه، أول ما تخلص ساكت عنه، تروح بعدين في موقف آخر تبدأ تتكلم عن الخطأ اللي شفته في موقف آخر، وذكرناها إحنا بالنسبة لي في محاضرة في اليوتيوب اللي هو عن أنواع الناس اللي هي على اختلاف يعني اختلاف يعني ردود أفعالهم. فردة فعلك تخبرك من أنت، هل أنت مؤمن أم أنت يعني كافر أم أنت منافق، من خلال ردود أفعالك. ففي ناس دائما لما يقولهم من المنافق يقول ليش لا أنا ما أكذب. أنت ممكن تكون أثناء كلامك ما تكذب، لكن لما يطلب رأيك، لما يفترض تكون في موقع إصلاح، هل أنت من المصلحين؟ أنت ما تصلح. لما حد يتعدى عليك كيف تتعامل معه؟ هل أنت تصلح وتعفو، ولا تبدي تقول عن ذا الشخص وتروح حياته، تروح يعني هذا ظلمني، هذا سوالي، هذا عملي، وهو أصلا ما عبر عن رأيه، لا قال له يا فلان ترى أنت سويت فيه كذا وكذا وكذا، أو أخطأت في حقي كذا وكذا، لا يروح يتكلم عليه في مكان آخر بس ما يصارحه. ممكن يكونوا إخوة، ممكن يكونوا أهل، لكنه ما يروح يقول له، فهذا من النفاق. فإذا صفاتهم أنهم ما لهم، اشتروا الضلال بالهدى، يعني خذوا الظلام، عاشوا في الظلام من تحت لتحت، وهذه الضلالة، هذه الضلالة أنهم متبعين طريق الظلام، دائما تعبيرهم عن الرأي من تحت لتحت في الظلام، لكنهم أبدا ما واضحين.
لا يعرفون النور ولا يمشون في النور ولا يتصرفون في هدى الله، في هدى الله، بل يعتمدون في ذلك على انه اخاف عن اعبر عن رايي. لابد الانسان ان يعلم انه النفاق اخطر وأسوأ، ومرده يرد علي. يعني انا اذا نافقت هذا السلوك هيرد علي، متى ما ادرك انه يعود الي فاتوقف وابدا أطور ثقتي في نفسي. يعني من ضمن الأشياء المفروض المؤمن يفعلها أن يطور ثقته في نفسه ويعبر عن رأيه، لأن المؤمن قوي الأصل وليس جبان، ولذلك لابد أن يبني الثقة. وإن شاء الله نحاول بإذن الله تعالى أن احنا نسوي كذا بعض الطرق اللي هي نستطيع من خلالها نكون أشخاص واثقين نعبر عن رأينا، وكيف ممكن أنا أستطيع أكون من الأشخاص المؤمنين الأقوياء. ما أخاف في الله لومة لائم، ما أخاف. البعض حتى في كلمة الحق يخاف، ما في كلمة الباطل. كلمة الباطل يعني ما يقولها أو المجاملة، لا، يخاف في أنه يقول كلمة الحق، يتخوف. الله تعالى يقول عنهم هؤلاء، تعرفوا مثل اللي إيش؟ أمام الناس مبينين منيرين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ولكن أول ما تضيء هذه الإضاءة يسحبوا. يعني أول ما يكونوا في مواقف يفترض إنهم يعبروا عن رأيهم يصيروا إيش؟ ما يشوفوا، فيعيشوا في ظلمات. أول ما يفترض إنهم يمشون في الحق ويمشون في طريق الحق تجدهم إنه إيش؟ بدأوا يتخبطوا في الظلام. إحنا نسميه، أنا أقدر أقول أو أسمي المنافق كائن ظلامي، شغله بس من تحت لتحت في الظلام. تجده أمام الناس يقول الله مبارك لكم الخير والفضل وما شاء الله عليكم والله يزيدكم، ومن تحت لتحت أعوذ بالله، ذيلا دائما ماشي ما عندهم، دائما كذا البيسة قارية في إيدهم، ما تعرف كيف كان ما فلوس حرام، من تحت لتحت يتكلم عنهم. طيب هل الصراحة تسبب مشاكل؟ أول شيء كلمة الحق دائما ما حد يحبها، للأسف ما حد يحبها، لأنها تعري الإنسان وتخلي الإنسان في مواجهة مع نفسه، فما حد يحب الحق. لكن لابد أن نعلم البنات ونعلم أولادنا أنه هناك أساليب في قول كلمة الحق دون تجريح. قول كلمة الحق وعبر عن رأيك، وإن كان لك حق أطلبه، ولكن أطلبه بأسلوب لا إذاء فيه. طيب الطرف الثاني ما تقبل، هذيك مشكلته. أنا كلمته بأسلوب رائع، كلمته بأسلوب مهذب، لكنه ما تقبل، تلك مشكلته. طنشني، ما عبرني، ما احترمني، أنا كلمته كلمة الحق أعطاني راس صم، مشكلته ليست مشكلتك. أنت قول كلمة الحق، أنت شيء ما عاجب منك قل، أبلغ الطرف الآخر أنه اللي فعلته غلط، أن الذي ما تفعله غلط، أنه الشيء اللي سويت. بعض الناس أحياناً تجد أنه الأشياء اللي سويها حاجة بسيطة، وأنه ما في داعي يعني أنت تخبرني، ما في داعي زين أنك أنت تقول لي، ما في داعي أنك تسويها قصة، يحسبه هين، لكن عند الله عظيم، ما يدرك، فتلقى ما يعجب أحد يقول له كلمة الحق. فهذا دليل على أنه اللي ما يحب كلمة الحق وما يستمع لها وما يرحب فيها، ما يرحب فيها، هذا منافق. والذي أيضا لا يعبر عن كلمة الحق هذا منافق، الاثنان منافقين، الذي لا يقبل والذي أيضا لا يعبر. لكن أنا عبرت عن رأيي، الطرف الثاني ما قبل، هو المنافق ولست أنا. أنا الذي علي ككلمة حق قلتها، يا فلان أنت عندك العيب الفلاني، لو أصلحت، لو كذا فعلت، لو كذا، الأسلوب
الأسلوب، لأن الأسلوب جدا مهم. فلا يكون الإنسان شريرا في التعبير عن رأيه، ما يأخذ الناس أخذ نزغ وأخذ شدة، وإنما يترفق ويتلطف في الكلام. يجي واحد يعبر يقول أنا قالوا لي إنه لازم أعبر عن رأيي، أروح أقول له أنت ما تفهم، أنت ما تعرف، أنت، وأبدأ أخطئ في الإنسان هذا. أنا ما أصلحت، أكون أفسدت بهذه الطريقة، وزدت الطين بلة. الصراحة صحيح تسبب مشاكل، لكن الإنسان الذي يضع في نيته، يعني عارفه، ترى الإنسان نيته هي اللي تورطه ولا ترفعه، فيضع النية الطيبة. يعني أنا أريد من ذلك ليس إنه أنا أظهر نفسي على الآخرين، أنا ما باغي أظهر نفسي على الآخرين، أنا باغي أحق الحق، لأنه أصلا من ضمن الأشياء الله تعالى اللي أمرنا فيها إنه إحنا ما نفسد، إنه إحنا ما نفسد. وأعطيكم مثال بسيط على فكرة على الفساد، تعرفوا إيش هو؟ واجد خطير، بسيط بسيط بسيط، يمكن ما حد يتخيله. تعرفوا إن الإنسان إذا رمى ورقة في الأرض، ورقة أحيانا وإحنا ماشيين في الشارع يروح رامي كلينكس أو رامي شيء في الأرض، هذه من الفساد، من الفساد. يكونوا طالعين مثلا، طالعين مشوار رحلة، ما ماخذين معهم أكياس زبالة عشان يلموا قاذوراتهم، هذا من الفساد ومن خلق النفاق. تخيلوا، من خلق النفاق وإحنا ما مدركين، نرمي في الأرض وما ننتبه إنه هذا نفاق، لأن المنافق يفسد، لكن المؤمن ماله يحافظ على مكانه نظيف، إذا جلس في مكان جعله أفضل من مكان. وأتذكر إنه لما كنا في تركيا، إحنا سكننا في شقق، وطبعا أنت لما تستلمي شقة تستلميها تكون نظيفة وكل شيء، فيعني اللهم لك الحمد، يعني والدتي علمتنا إنه لما تروحوا مكان وتسكنوا في بقعة ليست لكم، دائما نظفوها وخلوها أحلى مما كانت. يعني وكلمة أحسن مما كانت، لأنه أنت تريد الإصلاح، فإحنا إيش نسوي أحيانا؟ مثلا يكون أصلا الشقة ما فيها صابون، نحط فيها صابون، مع أنه ما حطوا لنا صابون فيها الشقة مثلا، ننظفها، نلمعها، نمسحها. فأتذكر كذا يعني الشخص يقول استغرب، يعني رد علينا بعد ذلك، يرد علينا يقول لنا المؤجر، يقول حال الشخص اللي دلنا على الشقة، يقول له هات لي ناس زبائن مثل هذول اللي راحوا من شوية. فقال له ليش؟ قال له تعال شوف الشقة كيف خلوها. هذا بفضل الله تعالى، الأصل إنه إحنا لما تكون بقعة جالسين فيها، يعني حطينا لهم الصابون، حطينا لهم السكر، حطينا لهم الملح، حطينا ليش؟ لأنه إحنا يعني نريد نوصل أيضا رسالة لهذا الشخص، إنه لما يجيوا ناس تسكن شقتك تكون بهذا المظهر وبهذا المنظر تسعد، فنكون إحنا ساهمنا في إنه هذا الإنسان سعد. هذا فضل من الله تعالى وتوفيق. في ناس إيش تقول لك؟ تسكن شقة وتخرج تخليها زبالة، يقول إيش ليش؟ قالش أنا دافع فلوس، دافع فلوس. طيب صحيح أنت دافع فلوس، بس لا تؤذي الآخرين. يعني أنت لما استلمتها كيف استلمتها الشقة؟ حتى لو أنت دافع فلوس أنت كيف استلمتها؟ فيفترض أن تسلمها كما استلمتها، ما العكس، تخليها زبالة. قال أنا دافع فلوس، أنا مستأجر بفلوسي. المؤمن أينما ذهب هو مصلح، أينما وقع نفع، لكن المنافق والعياذ بالله يعني وين ما وقع خرب، من غير الأشياء اللي ممكن يكون فيها تخريب. لابد إنه إحنا اللم ما نترك، نقول إحنا ما لنا علاقة، لملم الزبالات، لملم الأشياء هذه، نرتبها، ما نترك المكان ونقول برايو،
ما نهتم. الله سبحانه وتعالى يقول عنهم هؤلاء جبناء لدرجة أنه يعني في المواقف، الله تعالى يقول في المواقف مثل الذي أو كصيب، يعني الله تعالى يقول أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، يعني ما يريد الحق، باختصار لا يريدون الحق ولا يريد أن يسمعوا الحق، يريد الشيء اللي في بالهم، لأن الرؤية عندهم أصلا ما واضحة، هذولا الرؤية عندهم معكرة، صم بكم عمي، ما يعرفوا يقولوا كلمة الحق، وإذا رأوا الحق كأنهم ما شافوا يسووا نفسهم ما شافوا. هل رأيت فلان فعل كذا وفعل كذا؟ ما يعبر، جبان لا يعطي رأيا، أو أنه يتقول، أو أنه يتقول. الله تعالى يقول أن هؤلاء دائما يعيشون في ظلمات، لأن الله تعالى يقول يكاد البرق يخطف أبصارهم، والله تعالى ذهب بنورهم، يعني أبدا. والنور ما هو النور؟ النور هو الحق، وكلما كان الإنسان يعيش في نور فإن قلبه هو، يعني متى يكون الإنسان أصلا نقول عنه منور ومن أهل الحق؟ أول شيء إنه هو يعبر عن رأيه ويقول الحق، ولا يريد إلا حق، ولا يعيش إلا في حق. أما الشخص هذاك دائما عايش في ظلمات، لذلك تجد حياته دائما عبارة عن تخبط، حياته ما مترقعة كما يقولوا بالعماني، ما مترقعة حياته. فلعل أصلا حياتنا إذا كان ما فيها التوفيق سببها أننا هناك سلوكيات نفعلها عكس ما نبطلها، يعني إلنا رأي فيها ونسوي العكس. وأعطي مثال بسيط وخطير، أحيانا الفتاة والدها مثلا يطلب منها أنه مثلا تتسلف، تقول ليش أنا كيف أعبر عن رأيي لأن والدي ما أقدر أقول له، كيف أقول له؟ فتصمت، فتروح ماخذة ربا، أو المرأة زوجها يكبرها على أنها تأخذ ربا، فتقول ليش أخاف عن يطلقني ينهج اللي بأولادي، فماذا تفعل؟ تطيعه فتدخل في الربا. ولذلك تجد بعد ما تأخذ الربا حياتها في تخبط، من سلوكيات النفاق، هي عارفة إنه هذا الشيء غلط، شوفوا عارفين لكنهم لم يعبروا خوفا، فخافوا الناس ولم يخافوا الله، لأن قلت لكم المنافق لا يقدر الله أو لا يقدر الله حق قدره، واجد تصير هذه السلوكيات، يتنازلون، جبناء، المنافق جبان، يتنازل عن الحق، يقول لك عشان أولادي، مبررات، عشان أنا ما يطلقني زوجي، يعني تخافوا من الطلاق ولا تخافوا من الله. وبعدين تقول ليش أنا عايشة حياتي كلها نكد في نكد، وما أعرف ليش أنا ما متوفقة، وما أعرف ليش حياتي ما مترقعة. السبب أنك ببساطة عندما زلزلت لم تعبر، عندما زلزلت أو وضعت في موقع اختبار لم تتكلم ولم تقل كلمة الحق، فسكت عن كلمة الحق فأصابك من الباطل ومن الظلام حتى أصبحت في الظلام، رضيت أنك أنت تكون ساكت، هذا ظلام، لأن الله تعالى يقول ظلمات، تركهم في ظلمات، خلاص بيظل يتخبط، فتلقى ما يعرف يقرر، ودائما يقول ما أعرفني، أنا محسود، أنا ما أعرف إيش. ولذلك عندما يقع الإنسان في مثل هذه الأمور ربما ما يكون فاهم في البداية، ما يكون عارف إنه هذا نفاق، يقع في النفاق ويكون ما عارف، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويصلح. فأما من تاب وأصلح يصلح ما أفسده ويحاول إنه هو يصلح. لذلك من وقع في الربا دون أن، يعني هو ما عارف إنه هذا نفاق اللي سواه،
ولكنه الآن يريد أن يتوب، وأيضا في نفس الوقت يقول أنا ما عندي قدرة أنه أنا أسدد الربا، كيف أسوي، كيف أصلح؟ أن تتوقف أنك أنت تأخذ ربا مرة ثانية، لأنه في ناس تجدد سلفياتها سنويا، بعض الناس يجددون سلفياتهم سنويا ويقعون في الربا وهم ماشيين وعارفين الحق، لكن اللي ما عارف الحق وما عارف أنه الشيء اللي أنا سويته هذا كان نفاق وأنا ما كنت أدرك، الآن أدركت، تب إلى الله تعالى وتوقف وخليك حازم في قرارك واستغفر واسأل الله تعالى أن يعينك أن تسدد، ما تقنط من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ما يقول خلاص يعني أنا في عداوة، لا، ما دمت تبت إلى الله وأريد توبة من الله تعالى وأريد غفرانا أنت بإذن الله تعالى من المغفورين. بس تعبر عن رأيك المرة الجاية لما يجي شخص عزيز عليك ويقول لك روح خذ لي سلفة ربا، يقول لا ما أخذ ما أخذ، قولها كلمة الحق ولا تخاف، لأني أريد أن أعيش في النور، ما أريد أعيش في الظلام. فإذن هذه هي بعض صفات النفاق التي وجب أنه إحنا في حياتنا على بالنا أنه النفاق فقط هي تلك الصفات التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث آية المنافق 3، لكنه النفاق أوسع، ويعني الله سبحانه وتعالى علمنا إياه من خلال هذه الآيات ويدلنا عليه من خلال هذه الآيات في سلوكيات نفعلها علينا أن ننتبه منها، ومن ضمنها أن لا نفسد، ومن ضمنها أن نكون من أهل الصلاح والصلاح، ومن ضمنها أيضا أن نقول كلمة الحق ولا نخشى في الله لومة لائم، لأن المؤمن أساسا لا يخاف إلا الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب أحزاننا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير عمرنا أواخره، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا، واغفر خطيئاتنا، ونسألك العلا من الجنة. نصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير أخواتي، بارك الله فيكم، تركتكم في حفظه وودائعه، إن شاء الله بإذن الله تعالى التسجيل سيرسل فور جاهزيته، وكذلك بإذن الله تعالى الملخص إن شاء الله سيرسل في المجتمع بإذن الله تعالى. وفقط هي وصية أخواتي الغاليات، إذا الله تعالى دلكم على الخير دلوا عليه الخير، فإن ذلك من الإيمان، لا تكتموا الخير فإن كتمانه من النفاق، انتبهوا لذلك. ربي بارك فيكم، تركتكم في ودائعه، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.